قال أحد الآباء الروحيين: قبل أن تكون ملاكا اجتهد أن تكون إنسانا، لأن فيه ناس كتير يدربوا أنفسهم على حياة السماء من جهة الصلاة والعبادة والعلاقة الحرة جدا مع الله، لكنهم قد يتجاهلون المشاعر الإنسانية البسيطة. فجايز يبقى ملاك طاير لكن علاقاته مع الناس مش طيبة. قداسة البابا شنودة الثالث استطاع أن يعادل هذه المعادلة الصعبة: كيف يكون ملائكيا وسماويا في علاقته مع الله، وفي نفس الوقت يكون إنسان يحمل جميع القيم الإنسانية بمعنى الكلمة في علاقاته مع الناس. وهذا ليس بغريب من جهة الروحانية السليمة، إن الإنسان يوزن بين علاقته مع الله وعلاقاته مع الناس، بدليل أن الله نفسه عندما أعطى موسى الشريعة والوصايا العشر، تلاحظوا أن أول أربع وصايا تختص بعلاقتنا مع الله: أن الله واحد، وأن لا نصنع تمثال ونسجد له، وأن لا نذكر اسم الرب باطلا، وأن نقدس يوم السبت. الست وصايا التالية خاصة بالعلاقات الإنسانية: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، اكرم أباك وأمك. وكأن الله بقصد أراد أن يبين، صحيح ربنا يكون في الأول أربع وصايا، لكن علاقتنا مع بعضنا أهم، لأن معلمنا يوحنا بيقول في رسالته: إن ما كنتش هعرف أحب أخويا اللي بشوفه، إزاي أقدر أدعي إني بحب الله اللي إحنا مش بنشوفه. وكذلك تلاحظوا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية لما ذكر ثمر الروح، كلكم حافظين ثمر الروح تسعة، منهم واحدة بس خاصة بالله وهي الإيمان، لكن بقية الثمار محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. لاحظوا هي عبارة عن علاقات مع الناس. ولقد وبخ السيد المسيح الكتبة والفريسيين لأنهم من جهة علاقتهم مع الله كانت على أعلى مستوى، لكنها بطريقة حرفية فريسية، وفي نفس الوقت علاقتهم مع الناس كانت رديئة. قال لهم: تركتم عنكم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان، وكان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. الله يريدنا أن نكون بشر، أن نكون الإنسان يحمل في أعماقه مشاعر إنسانية صادقة قوية عظيمة ناحية الآخرين. قداسة البابا شنودة كان مثالا واضحا للإنسان المثالي. يكفي أن تنظر لوجهه فترى الابتسامة العريضة الباعثة على الفرح والرجاء والتفاؤل حتى في أشد الظروف ظلاما. هذه الابتسامة هي مشاعر إنسانية. حقيقة احنا بنحبش الإنسان المتدين اللي طول الوقت مقشر واخدها جد بزيادة، فالناس تاخد انطباع أن رجال الله أو الناس المتدينين بيبقوا متزمتين. البابا شنودة علمنا إزاي نكون مبتهجين
وعلامة الإنسان المسيحي الحقيقي أنه دائما فرحان. من المشاعر الإنسانية اللي تستغربوا إن إحنا بنلاحظها كنا في سيدنا البابا شنودة وإحنا قريبين منه، أنه كان خجولا. يعني في كتير من الناس متعرفش الصفة دي، لأن أنتوا بتشوفوه بابلك في اجتماعات عامة وفي لقاءات كبيرة، لكن البابا كان خجولا جدا، وكان يخجل أن ينظر في وجه إنسان، ما يطولش يبص في وش إنسان كتير، وكان عنده حياء غير عادي، ودي فضائل إنسانية رقيقة جدا، وكان يتكلم باللطف ولا يستخدم تعبيرا جارحا. أتذكر في مرة كان في مشكلة وبعدين تقرير قدام قداسة البابا، فأنا علقت قلت له سيدنا التقرير ده فيه كذب. قال لي لو سمحت ما تستخدمش كلمة كذب، قول بدلها المعلومات غير دقيقة، لأنه مش عايز كأن الواحد بيتهم الآخرين بالكذب. علمنا أن نستخدم ألفاظا فيها لطف وفيها نوع من كياسة. البابا شنودة كانت دموعه حاضرة، وتغالبه هذه الدموع في مواقف كثيرة، بالرغم أنه كان قوي الشخصية جدا زي ما كلنا عارفين، ولكن يبدو أنه كان يترجم الشعر الذي ألفه من جهة ربنا يسوع المسيح عندما قال: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعك. وقال أيضا: كل قبطي وديع إنما في الحق ضيغم. ضيغم يعني أسد. فعلى قد ما البابا كان أسد، لكن في مواقف كثيرة كان يحمل فيها وداعة الحمل وضعف الأطفال. من الصفات الإنسانية في قداسة البابا شنودة أنه كان يحب أن يسند الضعفاء. في كتير من الناس يقعوا في سلبية إيه؟ إنه مع الناس العظماء يكش ويتعامل بلين، وبعدين يتكلم بسلطان مع الضعفاء. بابا شنودة كان عكس كده تماما، مع العظيم والكبير كان يشخط ويخوف، لكن مع الصغار والضعفاء كان يحن. ممكن في موقف يكون شديد جدا بس يشوف طفل قدامه ينسى كل الدنيا ويبتدي يداعب هذا الطفل، وممكن لأوقات طويلة. كان يحب الأطفال بلمسة إنسانية رائعة، وطبعا محبته للفقراء غني عن الكلام عنها. يعني البابا بكل مسؤولياته يفرغ يوما أسبوعيا للفقراء في القاهرة، ويوم كل أسبوعين للفقراء في الإسكندرية، يقعد بنفسه. وكتير من الناس يكونوا حاضرين لجنة البر من الخدام ويشوفوا البابا في وداعته وإنسانيته وهو يتبسط مع هؤلاء الناس المحتاجين. وكان أحيانا يبقى التقرير اللي قدامه فيه طلبات معينة، يسدد كل هذه الطلبات وبعدين يسأل مش محتاجين حاجة تاني، ويقولوا له شكرا لسيدنا، يقول لا خذوا كمان ده وخذوا كمان ده وخذوا كمان ده، لأن يشعر أن قد يكون الإنسان المحتاج خجلا أن هو يعلن كل احتياجاته. وكان دايما يوصينا بالفقراء، سواء في الاجتماعات العامة قدامكم أو في جلساتنا الخاصة، يقول أهم حاجة نبدأ بيها هي خدمة الفقراء. وأيضا كان في لمسات إنسانية رقيقة جدا يهتم بالمرضى ويزور بعض المرضى حسب ما وقته كان بيتسع، يزورهم في المستشفيات وأحيانا في البيوت. وكان مجرد أن واحد يعرف البابا أنه مريض لابد مش بس يسأل عليه،
لكن كمان كان يسأل عن أحوال علاجه، وممكن كان بعض الناس البابا يتطوع بأن يصرف عليه موضوع علاجه. كان أيضا يهتم بالمظلومين. البابا شنودة عاش حياته كلها مجاهدا من أجل الناس المظلومين، وانتوا عارفين انه تعرض لمواقف صعبة جدا في تاريخه بسبب ان هو كان بيساند اللي بيتضرب واللي بيتعذب واللي بيتهان واللي بياخدش فرصته في التعيين، وثبت على مبدئه الى النفس الاخير. كان ايضا من ضمن سنده للضعفاء ان هو يقدر ضعف الانسان. اتذكر في مرة ان في احد الاباء كان عمل غلطة واخذ عقوبة وبعدين نقل من كنيسة الى كنيسة. كنت بزور الكنيسة وسألوني هو ابونا ده في حاجة ممنوعة يعني ولا هيصلي ويمارس كل خدمته؟ قلت لهم ما اعرفش، اسأل سيدنا الباب. فسألته قال لي هل يوجد عقوبة الى الابد؟ قلت له لا. قال لي خلاص رجل غلط واخذ عقوبته وانتهت القصة. ولما ابونا ده سمع هذا الكلام قال البابا أحياني من الموت. فكان يقدر ضعف الإنسان ويعتبر أن العقوبة عقوبة تقويمية وليست انتقامية. من ضمن إنسانية البابا أنه كان يهتم بكل أحد ليخلصه، ويمكن العبارة دي سمعتها كتير من فمه المبارك لما يقول إن الدسكولية بتؤمر الأسقف أن يهتم بكل إنسان ليخلصه. فاهتم بكل أحد حتى الناس اللي تركوا مصر وسافروا في المهجر، كان ده شغله الشاغل والهاجس الذي يداعب خياله باستمرار كيف تصل خدمة الكنيسة إلى كل مكان حتى في الأماكن البعيدة النائية، حتى الناس اللي ممكن يكونوا معزولين بسبب بعد المسافات أو الناس اللي ساكنين في مناطق عشوائية مش بتصل إليهم الخدمة أو المتنطورين أو جايز واحد يكون بمفرده أو عائلة واحدة في مكان، كان يهتم البابا أيضا بأنه يخدمهم. كلكم تعرفوا أن البابا ليه عظة مشهورة جدا بعنوان الذين ليس لهم أحد يذكرهم. هذه العبارة موجودة في تحليل الكهنة اللي بنصليه كل يوم في نصف الليل، يمكن ما انتبهناش ليها إلا لما البابا شنودة اتك عليها وركز عليها. فئة كبيرة جدا من الناس اسمهم الذين ليس لهم أحد يذكرهم، كان البابا شنودة يذكرهم ويتابع ويسأل ويهتم. من الصفات الإنسانية في البابا الاحترام. كلنا أولاده، كلنا أولاده. أنا شخصيا حضرت محاضرات البابا شنودة وهو أسقف التعليم وأنا كنت في سن إعدادي ولا ابتدائي، ومع ذلك كان يحترم الكبير والصغير ويتعامل مع الكل باحترام لآدميته، ويحترم عقليات الناس ويحترم مشاعرهم، وكان يعبر عن هذا الاحترام بتعابير كثيرة. أيضا وأخيرا إنسانية البابا تظهر في محبته للتعليم. لم يكن يحب أن يعلم من أجل أن يكون معلم، ولكن كان يحب أن يعلم من أجل خير الإنسان. فدايما الدرس اللي بيقوله فيه من وراه فايدة للإنسان، ومش شرط التعليم اللي كلنا سمعناه على منابر الإكليريكية أو في هذه الكاتدرائية أو في كل مكان، لكن حتى في اللقاءات الفردية الشخصية كان دايما يقدم ملاحظة فيها معلومة، فيها يعني تأديب تهذيب، فيها نوع من التقويم، وكانت عينيه دايما على ان الانسان يجب ان يتعلم ويعرف عشان يعيش في حياه مقدسه.
احنا بنشكر إلهنا الصالح أنه أتى بنا لهذه الساعة المقدسة اللي فيها السماء استقبلت قداسة البابا شنودة في مثل هذا اليوم أو في هذه الليلة. ونشكر الله بالأكثر أنه بعث لنا هدية السماء قداسة البابا تواضروس الذي قداسة البابا تواضروس نعلم جيدا أنه أيضا يحمل نفس المشاعر الإنسانية، وسوف يواصل المسيرة التي بدأها البابا شنودة، أو بالأحرى التي بدأها ماري مرقس الرسول واستمرت في الكنيسة بآباء عظماء جدا. احنا فخورين بكنيستنا القبطية ان كل الآباء البطاركة اللي جم من ماري مرقس لغاية بابا تواضروس آباء عظماء جدا، وهم معلمي المسكونة، وكل منهم كان يحمل صفات متميزة، وكل واحد كان بيكمل على الآخر، وكل واحد كان يناسب جدا جيله. وربنا اختار لينا قداسة البابا تواضروس لأنه أنسب إنسان يخدم هذا الجيل. بنصلي من أجل سيدنا البابا تواضروس إن ربنا يعطيه الصحة وطول العمر والقوة لكي ما يكمل الرسالة. وزي ما ربنا أعطى إليشع اثنين من نصيب إلي، أيضا يعطيه اثنين من روح قداسة البابا شنودة. لإلهنا المجد الدائم والأبد آمين.